طيب هل في بالنسبة لأورام الكبد هل في أنواع لهذه الأورام ولا بيبقى كله نوع واحد شوف، بيخص انا الكبد؟ يعني سؤال حضرتك مهم جدا، ان احنا هل كل بقره في الكبد، بقره يعني بعمل جلسه لقيت في بقره في الكبد، هل معناها ان دي سرطان او لا؟ واخد بالك؟ بقرب معنى ايه يا دكتور يعني؟ يعني بشوف بمجسد بلاقي فيه ورم، ورم، ها الورم ده ممكن يكون حميد وممكن يكون خبيث، ها واخد بالك؟ يعني ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده مش شرط. بالموجات الصوتيه، بالموجات الصوتية بيبان. بالموجات الصوتيه بيبان ان انا بشوف الورم. طب كونه الورم ايه؟ الموجات الصوتيه ما تقدرش تقول لي. بعمل بقى ايه؟ حاجتين، بعمل دلاله الاورام اللي هي فيه أشعة تبروتين، مقطعية بقى وبعمل بقى. يا اما اشعه مقطعيه ثلاثيه المراحل، مش اشعه مقطعيه عاديه، عشان مش عادية. الساده المشاهدين خلوا بالهم، الاشعه المقطعيه العاديه لا، بنعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه المراحل، او بنعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي ديناميكي. ليه ده بيوضح اكتر يعني نوع الورم او مكان بالظبط وجوده كده بالظبط. تبقى افضل. لا، مكان وجوده قريب من ايه؟ من موجات صوتيه. الحجم ورم ممكن موجات صوتيه اعرف، مال دول ايه؟ لكن كل ورم بيبان له خصائص، لان الاشعه دي بيسموها دايناميك، يعني في دور بيسموه دور شورياني، بلقط الافلام في دور شورياني، في تمام. دور بيسموه بابي، وفي دور اللي هو الوريد العادي. تمام. الثلاث ادوار دي، شكل الورم بالنسبه لسيج كبد بياخد شكل معين. نقدر نقول لما اشوف الافلام دي بتاعت الشخص، اقول لا ده دي ورم سرطان كبد، لا ورم خبيث، لا تمام. ده ورم حميد، لا دي وحمه دمويه، واخد بالك؟ مش فهي شرط يعني. فهنا الاساس كله عند اكتشاف بقره في الكبد موجات صوتيه او ورم في الموجات الصوتيه، لازم اعمل الفحص اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو الاشعه المقطعيه ده ثلاثيه اللي هو المراحل. اللي بي بي يعني عشان مقياس هي ثلاثية دي الأبعاد دي الاساس، يعني بتحدد هي دي الموقف يعني. الاساس. وفي كل عالم بقى لنا 10 سنين، قبل كده زمان كنا بنعمل عينه من ايه؟ من الورم عشان نقول كونه ايه؟ دلوقتي لا، الاشعه المقطعيه او الرنين بس اللي هو الديناميكي ده بيقول لي الورم ده نوعه ايه؟ تمام. بيختلف بقى يعني حجمه يعني من مريض لاخر يعني طبعا. الحجم بيفرق يعني. انا عايز افهم امتى بيبقى خطر وامتى لا يتقال لا ممكن يتلحق او ممكن يعني يبقى افضل من الحاله الاخرى مثلا. طيب يعني سؤال حضرتك، ممكن يعني نقول مراحل سرطان الكبد ايه؟ تمام في اتفضل. مرحله مبكره قوي، واخد بال حضرتك، اللي احنا عايزين لو لا قدر الله اكتشفنا المرضى نكتشفهم في المرحله المبكره اللي هي الأولى. الاولى. الورم يكون اقل من 5 سم، او عده اورام ما يزيدوش عن 3 اورام، كل ورم يقل عن 3 سم، دي بنسميها مرحله ايه؟ مبكره. مبكرة. وحاله الكبد كويسه لحد ما، ده بعمل ايه؟ يا اما تدخل جراحي، استئصال جراحي او زرع كبد، يا اما احرق الورم في مكانه، بدخل ابره، اللي هو الكي اللي بيسموه تردد كي حراري، الورم. تردد حراري او بالمايكرويف، ده بيبقى في مكانه يعني بيتعمل بالموجات له الصوتيه، بيتعمل في ودخل ساعتها. ودخل الابره للورم، وبعمل اليه الحرق اللي هو الموضعي تمام له. تمام لو الورم اقل من 2 سم، احيانا بنستخدم اللي هو الكحول الايثايلي، بنحقنه بالكحول الايثايلي. طيب المرحله الثانيه اللي احنا برضو مش عايزينها، لو الورم زاد حجمه او عدت اورام اكتر من 3 في فص او فصين، ده بدخل ابره عن طريق او قسطره من شريان الفخذي، والقسطره دي بتوصل زي قسطره القلب بالظبط، تمام. بتوصل للشريان المغذي للورم، بنحقن الماده الكيماويه، والماده دي بتبقى مذابه في صبغه اسمها الليبيدول. ميزه الليبيدول ان هو الورم بيختزن الصبغه دي وفيها الماده الكيماويه، تمام فبضمن ان الماده الكيماويه دي ما بتخرجش لنسيج الكبد تمام حوالين الورم. طب استاذ حضرتك معانا استاذ محمد من الجيزه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام السلام، ورحمه الله اهلا وبركاته. بحضرتك. ازيك يا اتفضل. استاذ؟ الحمد لله تمام. اتفضل قول سؤالك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. يا دكتور، هل الدهون اللي على الكبد بتأذي الكبد؟ نتيجه ايه يا فندم؟ بتأذي الكبد الدهون اللي على الكبد؟ بتأذي. هنجاوب. انا عملت اشعه بعديه سونار، وعملت تاني بعد 6 سنين تاني، لقيت ان ايوه. فعايز حضرتك يعني تشوف لي حل لها يعني. طيب حضرتك ليك اسئله سؤاله؟ وانا هنجاوب. لا لا لا، طيب اجاوب على طول. بشكرك استاذ محمد، تابع دكتور محمد برضه هيجاوبك حالا.
هو طبعا سؤال مهم جدا جدا، ويمكن دخل في الاسباب الاخرى للسرطان، بس عايز اطمنه ان مش اي واحد عنده تدهن كبد هيدخل في هيدخل في تليف وهيدخل في اورام. لكن بنقول برضو ان عندي دهون الكبد برضو في ثلاث مراحل، في تدهن بسيط بمعنى ان انا بعمل موجات صوتيه بلاقي شكل الكبد فاتح، بقول للشخص انت عندك دهون على الكبد. مهم قوي الشخص بقى يعرف سبب مع الطبيب المعالج او مركز الكبد ايه سبب دهون الكبد. هل نتيجة السمنة المفرطة؟ هل نتيجة في فيروسات؟ هل نتيجة الناس عندهم سكر غير منضبط؟ هل نتيجة اختلال في مستوى دهون الدم ولا لا؟ فمهم هنا الشخص ده انزيمات الكبد بنعملها له بنلاقيها طبيعيه جدا، ومجرد بلاقي بالموجات الصوتيه هنا بنصحه ان بندخل على السبب الرئيسي ونبدا ايه نعالجه. في المرحله الثانيه اللي بيسموه التطور او التهاب التدهن الكبد، التهاب الكبد التطوري اللي ايه التفاعلي بيسموه ناش، نان الكوهوليك ستياتو هيباتيتس. الناش واخد اهتمام العالم دلوقتي كله لان الفيروسات بدانا نتحكم فيها. يعني السبب الاول زراعه الكبد في امريكا في 2020 هيكون نتيجه دي اللي هو التهاب غير كحولي التدهن الكبد. لدهون الكبد ده بنلاقي دهون على الكبد برضه بسونار، وان بنعمل له تحليل وظائف الكبد نلاقيها في اختلال في الوظائف، بنلاقي في زياده وفي اختلال. هنا لازم احرص ولازم اديله حاجات، بيبقى نظام غذائي وادويه بالظبط في حاله الدهون اللي على الكبد بالظبط، الى جانب ان انا بمنع المسببات بتاعته واتحكم فيها. لازم اديله في طرق علاجيه ادويه. تمام. المرحله الثالثه جزء منهم بسيط ممكن يدخل في تليف كبد بعلامات تليف بقى بعرف الموجات الصوتيه والحاجات دي. طب نقطه بقى عايزه اتاكد حضرتك فيها، الدهون على الكبد هل تسبب اورام الكبد ولا بتؤدي الاول للتليف؟ يعني لو هي نسبتها ده كبيره سؤال مهم يعني جدا. مين بيؤدي لمين؟ سؤال مهم جدا. لقينا ان لو دخل في تليف احتمال تحصل اورام بشكل اكبر، ده لو هو تحولت الدهون لتليف. بس لقينا في بعض الابحاث ولقينا في زياده في السنوات الاخيره ابحاث دوليه ان ممكن يحصل، بس بجزء عشان اتسدى مثلا احنا عايزين طبعا نطمن الناس ان في جزء بسيط قوي ممكن يحصل التحور لاورام بدون ما يعدي بالتليف. هنا القاعده ايه؟ القاعده ان انا لازم اتاكد، وده يعني نصيحتي لحضرتك ان انت تتاكد من الطبيب المعالج انت في انهي مرحله. هل هي مرحله بسيطه؟ هل هي مرحله التفاعلي اللي هي الناش اللي احنا بنقول عليه؟ او لا قدر الله دخلنا في تليف. طبعا بالنسبه لحضرتك واضح ان انت موضوع ان هو تدهن بسيط ما فيش اي مشكله يعني. بس دهون الكبد دلوقتي اصبح ان احنا بنهتم بيها جدا على المستوى الطبي، واحنا دايما يا استاذ مياده ان احنا طريقتنا دايما الوقايه خير من العلاج. اكيد طبعا الوقايه يعني ما استناش لغايه ما الامور تتدهور، لازم ابدا تنظيم غذائي، والموضوع موضوع كبير يعني طبعًا. مش موضوع ادويه بس، والغذاء مهم جدا، اللايف ستايل الاكل لازم يبقى معتدل، الرياضه والحاجات دي مهمه جدا جدا يعني. طيب انا عايز ارجع لسؤال يخص فيروس سي. اتفضل. هل فيروس سي له درجات؟ يعني في ناس تقول لك انا عندي فيروس سي من الدرجه الاولى، لا من الدرجه الثانيه، ده صح الكلام ده ولا هو كله بيبقى لا هو مستوى؟ هو اللي احنا قلنا عليه في الاول ان هو التهاب كبد مزمن وبنسبه صغيره على مدى طويل بيدخل في تليف كبد اللي انا قلت عليه. في جزء منه بيبقى تليف غير متكامل. لا انا بتكلم على يعني كلمه الفيروس نفسها ليه درجات لا ولا يعني هو واحد عند الكل؟ لا يعني مش حكايه واحد، لا يعني ممكن يأثر على شخص بدرجة أكتر من شخص الآخر. كتأثير. والشكل بقى التطور اللي أنا بقول لحضرتك عداد العلمي، التهاب كبدي مزمن ها له مواصفات معينة، تليف الكبد اللي أنا قلت عليه له مواصفات معينة. تمام. وجزء اللي بيبقى تليف كبد غير متكافئ المضاعفات اللي قلت لحضرتك عليها. طيب هل فيروس سي ممكن يعني يبقى عند بعض الناس ليس له تأثير على الكبد نهائي؟ يعني هو بس مجرد فيروس بس الكبد ما لحقش يتأثر على مدى السنوات. ممتاز. هنا بيسموه الستيج زيرو. بمعنى يعني أنا عندي تأثر نسيج الكبد في كذا مرحلة. في مرحلة زيرو ده لو عملنا عينة من الكبد أو عملنا بعض المعادلات الكيميائية أو بنعمل فايبروسكان اللي قلت لحضرتك عليه، نسيج كبد طبيعي خالص، ده زيرو. بقى في واحد وفي اتنين وفي تلاتة اللي هو ما قبل التليف، واخر درجة اللي هي أربعة اللي هي درجة التليف. يعني ممكن ناس بتتأثر بدرجات معينة وممكن ناس ما لهاش تأثير، يعني يمر الموضوع بسلام كفيروس فقط يعني. بالظبط. عشان اتنقل من درجة زيرو لواحد ممكن اقعد 10 سنين يعني لواحد. لكن انا عايز اقول حاجة وهنا بقى فلسفة حملة 100 مليون صح. اوكي. علاجي لفيروس سي والقضاء عليه، اولا العلاجات اللي بنستخدمها
بالعلاجات حتى اللي هي الادويه المصريه اللي اثبتت نجاح وشاهد العالم كله بنجاح التجربه المصريه، بيقضي على فيروس سي 97%. يعني لو دخلت 100 للشفاء سبعة يعني. تمام. الشفاء الكامل اللي هم بيسموه الاس في ار اللي هو الشفاء المستديم، بيقلل جدا موضوع حدوث التليف، وبيقلل جدا جدا اي مضاعفات اخرى زي اورام الكلى. طيب طيب ما دام وفاء معانا. الو. لكن نسبة وضع حضرتك. الو. ايوه ايوه مدام وفاء، ازي حضرتك؟ ايوه اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. سامعينك. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. دكتور محمد معاكي، بس بستاذنك نوطي التلفزيون. طب لحظه واحده اوطي التلفزيون. يا ريت. لحظه واحده. كويس، اتفضلي. اتفضلي مدام وفاء. ماشي. اتفضلي. لو سمحت. انا يا دكتور عيانه عندي فيروس دي وتعالجت منه، وجيت انا دلوقتي بحلل، مره يقولوا فيه ومره يقولوا ما فيش، فانا مش عارفه اعمل ايه. بتحللي الاجسام المضاده ولا البي سي ار؟ لا، الاجسام المضاده. طيب ما احنا بنقول بقى كده. طيب في اسئله تاني؟ لا شكرا. طب في اسئله يا دكتور؟ لا خلاص. طيب مدام وفاء سلامتك طبعا، وتابعي الدكتور. هو نوع التحليل بيفرق؟ لا، ما هو التحليل اللي في الحمله اللي احنا قايمين بيها دلوقتي اللي هو البي سي ار المفروض؟ لا لا، قايمين بالكشف السريع الاول. لا، اجسام مضاده. وجود الاجسام مضاده مش معناه ان الفيروس موجود 100%. لان وجود اجسام مضاده بيحتمل كذا احتمال، يا اما هذا الشخص عنده فيروس سي وما يعرفش ان عنده فيروس سي وما عملش في سي ار وما تعالجش، ده لازم اعمله بي سي ار واعالجه. لو ظهر بي سي ار ايجابي، بي سي ار يا استاذ ميادة هو الفيروس. اجسام مضاده دي جهاز المناعه، بصمه جهاز المناعه. وليست الفيروس. فوجود الاجسام المضاده دي يبقى لازم اعمل تحليل، هل الفيروس موجود ولا مش موجود. لازم اعمل بي سي ار. يعني هي تعمل بي سي ار لا انا جاي في كلام حضرتك. طب اتفضل. الاحتمال الثاني ان واحد كان عنده الاجسام المضاده وعمل بي سي ار طلع ايجابي وخد العلاج. وشوفي منه زيها، هي شفت منه. تمام. لما اجي اعمل تحليل الكشف السريع بتاع الحمله او اجسام مضاده بلاقيه ايجابي، ده مش معناه ان الفيروس رجع. مش معناه ايه. ودي رساله، احنا عالجنا يا فندم اكتر من 1,800,000 واحد. المليون و800 لو عملنا الاجسام مضاده هيطلع ايجابي، دي مش الفيروس يا فندم. ودي رساله دايما بنركز عليها. حضرتك فعلا توضحها عشان الناس برضه. ما دي بنوضحها. فدي فعلا دي لو الواحد اتعالج من الفيروس، مثلا نفرض بقى له 6 شهور او سنه وما عملش اي تدخل جراحي وبياخد عدته، لو راح الدكتور قصدي لو راح يحلق، لو المانيكير والبديكير بتاخد الادوات بتاعتها. أيوة. يبقى ما فيش وسيله تعدل، مش لازم اعمل بي سي ار. لكن واحد خد العلاج من 3 سنين فيروسي وشفي تمام، وراح عمل ممارسات خاطئه ويعني تدخلات ومش عارف مكانها ايه والكلام ده وبتاع، ولقينا الاجسام ده، من الاحسن ان احنا بنعيد الايه البي سي ار. فحضرتك لا، انت حضرتك شفيتي ما فيش اي مشكله خالص، بس النصيحه لحضرتك لو انت عملتي تدخل بعد ما شفيتي من فيروس سي، والتدخل ده في مكان انا مش ضامنه، سواء علاج اسنان في مكان مش ضامنه او اي تدخل من اي نوع، فافضل حضرتك تعملي تحليل بي سي ار جديد. لكن مش معناه ان عندك الفيروس رجع. لا. يعني موضوع الاجسام المضاده ده حتى لو ايجابي لا يدل انه في فيروس. لا لا لا، لازم تعمل بي سي ار من الاول. لازم بي سي ار. تمام. طيب انا عايز ارجع بقى للعلاج وطرق علاج الاورام الكبد، عايز برضو نطمن الناس عشان ما تبقاش قلقانه وخايفه، حد لا قدر الله اكتشف ان في اورام في الكبد. علاجها ازاي وايه احدث طرق العلاج؟ احنا قلنا المراحل بتاعته. يعني مرحله اولى اللي قلنا عليها ورم صغير ما يزيدش عن 5 سم او 3 اورام ما يزيدش 3 سم، الطرق العلاجيه اللي احنا قلنا عليها بالتفصيل. المرحله الثانيه قلنا عليها برضو لو ورم كبير شويه اكتر من 5 سم او في انتشار في الفص او فصين. تمام. ده بعالجه باللي انا قلت عليه أسترم شريان الفخذي اللي اتكلمنا عنه. طب المرحله اللي هي اللي بعديها بيسموه الورم المتقدم، ادفانسد. ادفانسد مش معناها مرحله نهائيه، لا، ادفانسد معناها ان ورم حتى لو ورم صغير بس يصاحبه في جلطه في الوريد البابي او انتشار خارج الكبد، ده بنعمل علاج دوائي. انتشار خارج الكبد معنى انه انتشر في الجسم مش في الكبد بس. بالظبط. خرج بره الكبد. بالظبط. فده بنديله
قبل يعني 2007 ما كانش لهم اي علاج. من 2007 بقى في علاج دوائي اسمه العلمي سورافينيب. سنتين فاتوا تم اعتماد اربع ادويه اخرى الى جانب السورافينيب، حاجه اسمها الروجرافينيب، وفي حاجه اسمها دواء مناعي واخد بالك اسمه نيفولوماب. ده اول مره دي مواد في التاريخ. الماده العلميه اللي في بالظبط دي اللي ما بقولش اسامي تجاريه. دي اسمها ايه؟ دي بتلطف لي وبتحجم نشاط الورم وبيمنع مضاعفات بشكل سريع. تمام. او ان انا بحقن برضو بس مش كيماوي، بحقن جزيئات مشعه اسمها يتريوم 90. تمام. اليتريوم 90 دي مشكلته ان احنا عندنا في مصر مكلف جدا يعني. فاحنا بنقول العلاج الدوائي اللي هو انا قلت عليهم دول. تمام. ده يعني بيتحكموا بشكل جيد في الموضوع. المرحله النهائيه لو حصل بقى مضاعفات اللي انا قلت عليها، استئصاء في بطن او غيبوبه كبديه او دوالي في المريء او تاثر في الكلى نتيجه تاثر الكبد، دي بيسموها الكبد غير متكافئ، وجود في موجود الاورام. لو الاورام ورم صغير اقل من 5 سم برضه او 3 اورام اقل من 3 سم هنا ويصلح لزراعه الكبد، فاعمل له ايه؟ زراعه الكبد. زراعه الكبد في اي حاله بالظبط؟ اللي هو ورم يكون اقل من 5 سم او عده اورام ما يزيدوش عن 3 وكل ورم ما يزيدش عن 3 سم. دي بيسموها ميلان كريتيريا او مواصفات ميلان. ده الحاله الوحيده اللي انا بسمح بيها بزراعه الكبد. في مواصفات بعد ميلان بس كل ما اتحكمت في ميلان بلاقي نتائج الزرع افضل. بتبقى افضل بالظبط. لكن يعني بعد زراعه الكبد خلاص بيبقى الانسان بيعيش طبيعي؟ طبعا انا بشيل الكبد اللي هو متليف بحدوث المشاكل وبتاع ده، بيبقى بس برضه بمراعاه معينه وبشيك اب معين له. تمام. هي زراعه الكبد بقى مكلفه ولا ممكن في متناول يد الناس؟ لا الدوله يعني طبعا هي الدوله بتساهم بس لازم الزرع يكون في مكان حكومي مش مكان خاص. في بعض الجمعيات زي جمعيات رعايه المرضى بتساهم بجزء كويس قوي. حتى بقى في جزء بسيط على المريض. احيانا في بعض الجمعيات بتساهم، يعني ممكن تكون الموضوع كله بالمجان في مراكز. وانا عندها بس اطمن الساده المشاهدين ان احنا عندنا زراعه الكبد النتائج بتاعته في مصر نتائج هي نتائج دوليه عاليه جدا جدا وبكفاءه عاليه جدا جدا. جميل.